بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في متنه المشهور في العقيدة: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام، أي بقوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يشير بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله هنا أهل قبلتنا يعني من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي. أهل القبلة أعم من أهل السنة، فأهل القبلة هو كل من ينتمي إلى دين الإسلام ويصح له هذا الانتماء، كل من كان في دائرة الإسلام الكبرى فهو من أهل القبلة لأنه يستقبل قبلة المسلمين، حتى لو كان من أهل البدع، طبعا البدع غير المكفرة، أو كان من أهل المعاصي. فهناك فرق بين أهل القبلة وبين أهل السنة، فأهل السنة أخص من أهل القبلة. ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح الشارح هذا الكلام عند قول الإمام الطحاوي في موضع آخر من عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يقول الشارح: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير بذلك إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهنا في هذا الشطر من العبارة يريد الرد على الخوارج والتبرية من منهجهم السقيم في تكفير المسلم بكل ذنب يرتكبه. يقول الشارح رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين، يعني أهل القبلة الذين يظهرون الإسلام ويستقبلون القبلة في الصلاة إلى غير ذلك، هؤلاء داخل في أهل القبلة من؟ المنافقون، لأنهم يظهرون الإسلام. مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. فيشير الشيخ هنا إلى إبطال قول من ينفي التكفير نفيا مطلقا. لا، هو لا شك أن التكفير هذا باب من أبواب الفقه الإسلامي، ويتوسع العلماء في بيان
المكفرات بذات في كتاب الردة، ويحصرون أو يحددون الأقوال أو الأفعال التي تخرج من الملة. فهنا الشارح يرد على من يقولون لا نكفر من أهل القبلة أحدا، لا، هو هناك من يكفر كما سيقول. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، يعني لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة كما شرحنا ذلك في بحث الإجماع. لا شك أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فأنه يكفر بذلك كما هو معلوم، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور، يعني الذريعة التي تؤدي إلى الوقوع في الكفر والردة البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد ابن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة من إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، لهذا الكلام الذي تقدم امتنع كثير من الأئمة من إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، لم يرتضوا عبارة بأن لا نكفر أحدا بذنب لأن هذا نفي للعام، لكن نقول لا نكفرهم بكل ذنب فننفي العموم، هذا هو الوجه. يقول بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ما لم يستحل، ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فبعدما تبرأ من كلام الخوارج يتبرأ هنا من الطرف الآخر في الغلو وهو كلام المرجئة، يقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات أمور عظيمة، تأتي هناك إشكالات على أقوالهم كبيرة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. كما أشرنا من قبل إلى أن كل فريق من المفرطين والمفرطين يحتج بأدلة على مذهبه وعكسها أدلة الطرف الآخر. والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي،
بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. يبقى دي الكلام في كفر الإيه؟ كفر النوع، يعني هي المقالة قد تكون كفرا فنثبت أنها كفر وننزه الشريعة عن أن تنسب إليها هذه المقالة، وتبسط الأدلة في ذلك، ويجهر بالوعيد، وعيد من قال بها أو من ذهب إليها. لكن هناك فرق بين كفر النوع وبين كفر الإيه؟ المعين. فالفعل في حد ذاته يوصف بالوصف الشرعي وأنه كفر أو كذا أو كذا، أما الفاعل فلا يشترط أن كل من أتى بفعل هو كفر أنه يصير بذلك كافرا، لأننا كما ذكرنا الحكم بالكفر لابد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع، ليس فقط أن يكون الفعل نفسه كفرا موصوفا بالكفر في الشرع، لكن لابد أن تتوفر شروط قبل أن يحكم عليه بالكفر، وأن تنتفي موانع تحول دون وصفه بالكفر. ولذلك يقول هنا: وأما الشخص المعين، بعدما تكلم عن كفر النوع قال: أما الشخص المعين. إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وهذا الحديث حسن. وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني ينهاه عن ارتكاب الذنب، أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. فهذا الحديث حديث حسن كما ذكرنا، رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب النهي عن البغي. فهنا وقع هذا الشخص مع اجتهاده في العبادة تألى على الله وتصرف على أنه يملك رحمة الله عز وجل، أو كأن مفاتيح الجنة بيديه. وهذا النوع من الاغترار قد يحصل أحيانا لمن يجتهدون في العبادة مع قلة علمهم، فيتورط في مثل هذه الكلمة كما قال أبو هريرة التي أوبقت وأهلكت الدنيا وآخرته. فالعبد عبد والرب رب، لا بد من أن يحفظ الإنسان حدوده ويقف عند حده ولا يتجاوزه. فعملية إدخال الجنة أو النار ولا يشفع له أن غضبه كان لوجه الله، يعني هو الغضب كان لله، لكنه تورط في التألي على الله سبحانه وتعالى. ولذلك روي عن عيسى عليه السلام أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فالإنسان إذا وجد من ابتلي بمعصية أو نحو ذلك فإنه يحمد الله أن عافاه من هذا الذنب، ويرحم أهل البلاء، ولا يعاملهم على أنه رب،
يحاسب أو يتحكم في رحمة الله عز وجل. فلهذا نعيد نص هذا الحديث لأنه حديث في غاية الأهمية، حديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب، باب النهي عن البغي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهو حديث حسن. يقول: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ممكن الخطأ الذي وقع فيه هو اجتهد فيه نوع من الاجتهاد وهو أخطأ فيه، وقد يغفر له اجتهاده إذا كان فعلا من أهل الاجتهاد، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، لم يبلغه ما وراء هذا الذي علمه من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله. لأنك لا تنظر للجانب وكلام هنا على المعين، ممكن الشخص معين يعني زي مثلا امرأة بتتنمص نامصة، فنحن نصف الفعل بأنه معصية وأنه تغيير خلق الله ونحو ذلك، ونتلو على الناس يعني حديث الرسول عليه السلام: لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخره. لكن هل فلانة بنت فلان بعينها نقول إنها يعني طردت من رحمة الله أو تقطع بأن الوعيد يتحقق فيها؟ أنت لا تدري. لماذا؟ لأن هو الذنب وعيده كذا وكذا في النصوص الواحد اللي هو ده النوع، يعني ذنب النوع، لكن العين نفسه الشخص المعين هل يقطع بتحقق الوعيد في حقه؟ يمكن أن توجد موانع أو لا تتوفر شروط، ممكن الجهل مثلا، الجهل بأن هذا محرم، أو الجهل أو التأويل أو نحو ذلك. يمكن يكون هو ارتكب الذنب فسقا ومعصية ومخالفة للشرع أو هي، لكنها تعمل أعمال أخرى من الحسنات هي في ميزانها فتثقل وتغلب الإيه؟ هذه السيئة. قد تكون لها حسنات، قد تكون ابتلاها الله بمصائب تكفر عنها هذه الخطيئة، كما يقول هنا. يقول: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته. والحديث متفق عليه. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. طبعا كلاهما كفر، لكن هنا هذا الرجل كان يجهل قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة، يعني التوقف إنما يحصل في أمر الآخرة، لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر لكن بحصول شروط وانتفاء موانع. هو القول في الشريعة كفر، فإحنا في الشريعة كنوع حينما نصف نوع هذا العمل نقول إنه كفر، لكن الذي عمل هذا العمل نقول إنه يكفر بحصول شروط أو استيفاء شروط وانتفاء موانع. يقول: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة. وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين، يعني مظهرا للإسلام لكن ثبت شرعا أنه كافر في الحقيقة،
وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. أصل كلمة الزنديق هو القائل ببقاء الدهر، وهذا اللفظ فارسي معرب. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإن من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير، يعني يكون إمام من أئمة السلف المشاهير ووافق أهل البدعة في جزئية من جزئياته فينسبونه إلى بدعته مع أنه ما وافقهم إلا في بعضها وليس في كلها. يقول فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، دائما أهل البدع يكفر بعضهم بعض في موضوع المعاملة بالمثل. يقول ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، يحكمون بخطأ الكلام لكنهم لا يتورطون في التكفير. لكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، هناك بعض الذنوب سماها الله كفرا، فكيف لا نكفر من ارتكب مثل هذه الذنوب والله يصفها بأنها كفر؟ قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وختاله كفر، وهذا متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال أيضا وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، لابد أن يكون واحد منهما كافرا، متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، واتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدق أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، يعني لو كان فعلا قاتل مثلا وقتل المسلم كفر وقتله كفر، أو لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلو كان كفرا أكبر لعومل معاملة المرتد، لكن هناك من الأدلة ما يدل على أنه ليس كفرا أكبر لكنه كفر دون كفر، بمعنى أنه يقام عليه الحد في القصاص، خوطب بالإيمان يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف،
وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن السياق في إيه؟ في حصول التقاتل يعني بينهما. يقول إن أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة. لو كان الزاني أو السارق يخرج من الملة يعبد هذا كفرا لقتل ردة ولم تقطع يده أو لم يجلد أو يرجم ونحو ذلك. كذلك ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف إلى آخره. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. وهذا متفق عليه. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. هذه دلالة يعني قوية، أن الشخص الظالم لو ظلم أخاه المسلم بأي نوع من المظالم، سواء الوقوع في عرضه أو في شيء من ذلك، فليتحلله منه اليوم في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. العملة هناك مش الدرهم والدينار، العملة في الآخرة إيه؟ حسنات السيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فهذا مع أنه ظالم لكن لم تحبط أعماله الصالح، بدليل أنه إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فيثبت بهذا أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه مع أنه ظالم. طبعا لو كان قد كفر بظلمه لحبط عمله كله، ما كان بقي له عمل صالح، لكن قد يكون له حسنات، فهذا يدل على أن عمله لا يحبط كما يحبط عمل الكافر أو المرتد. كذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته. نفس الدلالة، يعني معناها هذه الأعمال لم تحبط وورد القيامة بها وهي إيه؟ صالحة يمكن أن تقبل. يقول: فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا رواه مسلم. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل هذا على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته. إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني حتى في حال الإساءة لو هو كافر بالإساءة فالحسنات اللي بيستأنفها الجديدة تحبط أنه كافر، لكن لأنه لم يكفر بالإساءة فلذلك هناك صلاحية للحسنات بدليل أنها تمحو السيئات، فلها مفعول مفعولها ساري. فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج: نسميه كافرا، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا. فالخلاف بينهم لفظي فقط، الاثنين بيخلدوه في النار، الخوارج يخلدونه بالمعصية التي كفر بها، والمعتزلة يكفرونه بخروجه من الإيمان
وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب. الشخص الذي يرتكب ذنب هناك وعيد ثابت في حقه، فهم يقولون أنه يستحق الوعيد، يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان. هذه القضية طبعا نحن ناقشناها بالتفصيل في أثناء بحث زيادة الإيمان ونقصانه، فنجتزئ بما أشرنا إليه من قبل، وسوف يأتي مزيد من البيان لهذه المسألة. يقول هنا: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، نفس شبهة المرجئة وقعت لبعض أوائل هذه الأمة، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة رضي الله عنهم على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. إن اعترفوا بالتحريم يعني اعترفوا بأنهم يقرون بتحريم شرب الخمر فهنا يجلدون، لكن إن أصروا على استحلالها قتلوا، لأن هنا تكذيب لإيه؟ ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يعني عملوا بالشرع الإيه والوحي الذي كان قد نزل حتى ذلك الوقت بغض النظر عما نزل بعد ذلك. فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها، هؤلاء فعلا ماتوا وقد كانوا يشربون الخمر، لكن هل ساعتها كان الخمر محرما؟ لم يكن نزل التحريم. فمن طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. فانظر إلى فقه عمر رضي الله تعالى عنه لما لاحظ أن هؤلاء انتقلوا من التفريط إلى الإفراط، من التفريط بشرب الخمر مع استحلالها واعتقاد حلها وسوء تأويلهم للآية الكريمة، انتقلوا الطرف المناقض وهو أنهم يأسوا من رحمة الله،
وكادوا يقنطون منها، فهذا ذنب أعظم لأن فيه سبا لله ونسبة ما لا يليق إلى الله سبحانه وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه: ما أدري أي ذنبيك أعظم، لأن اليأس من رحمة الله هذا من الكبائر العظام، لأن فيه سوء ظن بالله عز وجل. ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا؟ ولذلك صدر عمر رسالته بقوله في صدر سورة غفر: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال: وإياي فارهبون. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ما أطلق عليهم لفظ الرجاء بمجرد الأماني، وإنما الرجاء حتى يصح لابد فيه من عمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فلا بد في الرجاء من إيه؟ من عمل. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اختضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجى وحسن ظنه أنه يجيئه ولد من غير جماع من غير الأسباب، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم ومن غير الحرص التام على طلب العلم وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، وإلا يعد اغترارا. فالرجاء الذي صح أن يطلق عليه لفظ الرجاء لابد أن يستلزم أمورا ثلاثة: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. يعني مثلا واحد يريد أن ينجح في الشهادة مثلا، فهو يحب ذلك، يحب الشيء الذي يرجوه ويخاف من فواته ويسعى في تحصيل ذلك بكل ما أمكنه من الأسباب. لابد من ثلاثة أشياء: محبته ما يرجوه، خوفه من فواته، سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.
فهنا بعدما أثبت معنى الرجاء وما يستلزمه الرجاء وما الذي يستحق أن يوصف بأنه يرجو رحمة الله أو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، استطرد وهو يشرح قوله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فهنا بيناقش مباشرة بعد ذكره ما يستلزمه الرجاء، يناقش من هم أهل الرجاء. أهل الرجاء هم أهل التوحيد، لأن الذي لا أمل له في أن يغفر الله له هو من؟ هو المشرك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. واستدل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في معجم الطبراني: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. يعني إن تاب إليه تاب عليه، هذا معنى لا يعبأ الله به، إن تاب إليه تاب عليه أو يصير في المشيئة. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، لكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. يعني إنسان يرتكب كبيرة هي كبيرة، لكن ندمه عليها، حزنه عليها، حياؤه من الله سبحانه وتعالى بسببها، الخوف والاستعظام لعواقبها، فهذا يصغر الكبيرة إلى أن تلحق بالصغائر. يقول: الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. يعني لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة، قال تعالى: إلا من تاب، وقال تعالى: إلا الذين تابوا، والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب. لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام. وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال تعالى: لا تقنطوا، وقال بعدها: وأنيبوا إلى ربكم. هذا أمر بالتوبة والإنابة. إذن أول سبب من أسباب سقوط العقوبة عن العبد التوبة. السبب الثاني الاستغفار، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا
كان لكل منهما معنى. قال تعالى: فإطعام 10 مساكين، وقال: فإطعام 60 مسكينا، وقال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. والمعدم الذي لا يملك شيئا، كما قال رؤبة الشاعر قال إيه: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. كذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى، كذلك الإيمان والإسلام على ما ذكرنا من قبل. أما السبب الثالث بعد التوبة والاستغفار فهو الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني أنه لا يهلك على الله إلا هالك، يستحق الهلاك بكل جدارة، لأن زكاة الحسنة بعشرة أمثالها وقد تضاعف إلى 700 ضعف أو إلى ما يشاء الله، والسيئة بمثلها وقد يعفو الله عز وجل عنها. فلما واحد يعني الأحد تغلب العشرات أو حتى المئات، فذا معناها أن أحده يعني كثيرة. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني مجرد الاستقامة بعد الذنب تمحو الذنب، الإنسان إذا استقام بعد الذنب وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. هنا يلفت نظري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا غم ولا هم ولا حزن، يعني أن الإنسان قد يبتلى أحيانا بالغم أو بالحزن، ويدخل في أنواع الغم والحزن الاكتئاب، يعني أحيانا ممكن أن بعض الناس يصاب بالاكتئاب بدون سبب، مش بالاكتئاب اللي هو بيكون الحزن العادي الذي يحصل الإنسان في مصيبة أو أي شيء يؤذيه، لكن ممكن أن يبتلى الإنسان بنوع من الأمراض هو لا يد له فيه. ولذلك ما يجري على لسان الناس من أن المؤمن ما يجيلوش مرض نفسي، هذا كلام غير صحيح، لا، ده نوع من الابتلاء قد يصاب به العبد، نوع من الابتلاء بدون سبب، فمش شرط الاكتئاب بيكون في واقعة معينة هي التي أوجدت الحزن، زي اللي بيحزن على الموت أو المرض أو نحو ذلك، لا، قد يأتي بصورة هو لا يد له في اكتساب هذا المرض، هو معذور لا يد له فيه. فما يقول بعض الناس جهلا أن المؤمن لا يصاب بمرض نفسي، هذا غير صحيح. وفي نفس الوقت الحساسية الشديدة عند الناس ما زالت حتى الآن، كلمة الاضطراب النفسي هي ليست في محلها، عندنا المرض النفسي وصمة عار، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام الجهلاء. بدأ الكلام ينحسر الآن مع الناس، أصبح عندها نوع من الوعي والبصيرة، وأدركت يعني مجال الطب النفسي أوسع بكثير مما يظن الناس أنه هو خاص بالمجانين أو نحو ذلك. لا، هو كما كان يقول أحد أساتذتي مادحا، كان يقول: الدستور يكفل الحق لكل مواطن في أن يصيبه أي مرض نفسي في أي سن وبدون أي سبب إلى آخره. مزاح يعني، هذا نوع من المزاح. فالمقصود أن زي الإنسان يعني، هل يجزع إنسان بيجيله التهاب في اللوزتين أصبة عار أن عنده التهاب اللوز أو عنده صداع أو عنده مغص أو عنده أي نوع من المشاكل العضوية، هل هذا عار يعير به الإنسان؟ لا، هو لا كسب، ابتلى الإنسان بأشياء لا يتسبب هو فيها مباشرة يعني. فكذلك المرض النفسي ممكن أي إنسان يصاب بمرض، ومش شرط في أن احنا نعمم ونقول أن المؤمن لا يصاب بمثل هذه الأمراض، لا، يمكن أن يصابه بالدليل الحديث: ولا غم ولا هم ولا حزن. ممكن إنسان يبتلى بالحزن اللي هو أحيانا بيصل لمرحلة الاكتئاب. فما هو شائع عند الناس من إذا وصمة عار يخفي ويظل يخفيه لدرجة أنه يستفحل، في حين أنه لو حصل تدخل مبكر الأمور بتتحسن. شيء تاني أن عملية أن الأدوية النفسية بتغير المخ وتعمل مش عارف إيه والكلام بتاع الناس الجهلة، في حين الأدوية دي نعمة من الله سبحانه وتعالى على العباد، هذه من نعم الله. والرسول عليه السلام قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فهذه من رحمة الله بالبشر أن هداهم لاكتشاف هذه الأدوية. ويأتي بعض الجهلة ويقول: لا، ما تاخدش الأدوية بتاعتهم دي، الأدوية تعمل كذا وكذا وكذا، بحجة الأثار الجانبية، وهو ما فيش في الدنيا حاجة ملاش أثار جانبية. حتى المية اللي بتشربها في الحنفية، لو واحد عنده فلتر هيلاقي بلاوي في المية، بتترك شرب الماء
ولا كل الناس تشرب مياه معدنية؟ فالمسألة إن الموضوع الأثار الجانبية ما هي دي قاعدة المصالح والمفاسد، يعني كل شيء بيبقى له ثمن بيدفع. فأنت عندك مشكلة كبيرة، فالدواء هيحل المشكلة الكبيرة وهيسبب في مشاكل جزئية بسيطة، مغص، جفاف في الحلق، مش عارف، صداع، مقدور عليها، لكن المشكلة الكبيرة اللي هي ملخبطة حياته كلها بإذن الله تعالى بتتحل. آخر حاجة، أن الناس بتتصور أن المرض النفسي هو طب المجانين، يعني وكلمة مجنون لا توجد على الإطلاق في الطب النفسي إطلاقا، ليس من مفردات أو الاصطلاحات. كلمة مجنون موجودة عند علماء الشريعة في الكلام على الأهلية أو في القوانين، يعني لها علاقة بموضوع الأهلية المجنون، لكن في الطب لا يوجد على الإطلاق كلمة مجنون إطلاقا، ولا تعرف ولا تستعمل. فلا، مش معنى الإنسان يبقى عنده اضطراب نفسي وهو مجنون. أيضا بالنسبة لموضوع الأدوية، موضوع الكيمياء، إن الناس تخاف من الأدوية اللي فيها كيمياء، وإن دي هتغير لك حاجات في المخ، شوية كلام بتاع ناس ما تفقه شيئا على الإطلاق، فتجد يترك كلام المختصين ويسمع كلام العوام في هذا العلم ويهجر الدواء وتتفاقم المشاكل. يعني الذي أريد أن أقوله، الرسول عليه السلام أشار إشارة إلى أن الكيمياء علاج نفسي، يعني الكيمياء تؤثر في الحالة النفسية. نلاحظ بعض الأدوية بتجيب اكتئاب، أدوية بعض أدوية الضغط، حبوب منع الحمل، في أدوية معينة بتسبب اكتئاب، يعني معناه أن الكيمياء تؤثر على المزاج، ده واقع، بيؤثر جانبي من أثارها أنها بتأثر على المزاج، فكذلك الكيمياء بتعالج المزاج. زي مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث التلبينة، التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، وهي حساء الشعير، بدأ ينتشر الآن يعني. فالشعير كيمياء، هي عبارة عن كيمياء، فبتؤثر على المزاج، تجم فؤاد المريض، تمنع من الاستجمام، وتذهب ببعض الحزن. فهذا يثبت أن الكيمياء لها تأثير على النواحي المزاجية، كما الذي يمنع إنسان أن يأخذ أدوية تحل له مشكلته حتى لو لحد محدود، ده المستطاع في طوق البشر. هذا استطراد عابر، لأن بنلاحظ بعض الإخوة أو بعض الناس عموما في موقف معين، المرض النفسي وصمة عار، ويختبئ ومش عايز حد يشوفه، وخايف يروح للدكتور، وممكن مشكلة تتفاقم، وهي أكثر ما تكون مش بس في الاكتئاب، في مشكلة الإيه؟ الوسواس، بيكون مشكلة الوسواس كبيرة، ومشكلة الوسواس لابد فيها من علاج كيميائي، لأن في فرق بين الوسواس العادي اللي بيجي للناس اللي ما حدش يسلم منه، بس ده الفرامل بتاعته قوية، بتبقى يعني ما يحب يوقف الفكرة الوحشة بتقف، لكن التاني مفيش فرامل خالص، وبتظل الفكرة تلح عليه، وبتؤثر في أدائه وفي شغله وفي علاقته بالآخرين، كل حياته بتتلخبط. فدي مرض لابد أن يعامل معاملة خاصة عند الطبيب النفسي، ويتعاطى الأدوية حتى يحصل نوع من التحكم، يعني وبفضل الله بيتحسن إلى حد كبير جدا. فالشاهد أن الأمور بتتفاقم نتيجة الناس، نظرة المجتمع الجاهل لموضوع المرض النفسي، وأنه وصمة عار ومحدش المفروض يحس بيه ويستخبى وماشي إلى آخره، فات أوان هذه الأشياء، والناس الآن أدركت الموقف الصحيح مثل هذه الأمور. فاللي عنده أي مشكلة يروح يصارح الطبيب، الطبيب مش بيتأمر على المريض، مش بيتأمر عليه وعايز يعني يغير له مخه ويخلي مخه يخرب، لا، ده هو بيحاول يخدمه، أو يقولك أدوية بتاعتهم بتعمل إدمان. هو في حد بيحارب الإدمان زي الطب النفسي؟ إن الأدوية بتعمل إدمان، هذا تعميم ظالم طبعا، تعميم خطأ، والطبيب نفسه بيكون عارف إن ده ممكن يعمل إدمان بعض الأدوية أو المهدئات وهذه الأشياء، لابد أن ينبه المريض إلى طريقة ليحصل من خلالها الإدمان. يعني على أي الأحوال، بما ألمسه من إن بعض الناس عندها مشاكل مخبياها وبتكتب في قلبها لمدة 10 سنين مثلا إن عنده مشكلة وسواس، لحد ما بتنضح المشكلة وتطفح وتظهر، وحينئذ يذهب به إلى الطبيب. فلا داعي للتأخر، بس لابد أن يكون الطبيب متدينا، لابد طبيب نفسي بالذات لابد أن يكون متدينا، غير ملتزم لا، ما ننصح أحدا أن يتعالج عند طبيب غير متدين. نعود إلى موضوعنا، السبب الرابع من أسباب تكفير السيئات أو عدم الحصول العقوبة للإنسان، المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. وهذا الحديث يعني فيه كلام، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد ومسلم، قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشأكها.
قوله عليه السلام قاربوا وسددوا أو سددوا وقاربوا، بمعنى السداد هو الإنسان لما يكون بينشن على الهدف يصيب المركز، النقطة اللي في المركز، فده السداد يوفق 100%. طيب إذا إنسان عجز عن أن يصل السداد يبقى يتقي الله ما استطاع، فدي معنى وقاربه، يعني ائتي بما تستطيع، يجيب بقى الدائرة الأولى الثانية الثالثة لكن ما تجيش وهي في الشرق وانت تنشن في الغرب، فده معنى سدده وقاربه، يعني ائتي بما تستطيع، إن لم تستطع أن تأتي بالشيء على أكمل وجه فاقترب من السداد بقدر المستطاع، والله تعالى أعلم. فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالتسخط يأثم، فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، المصيبة تأتي إيه؟ قدر، قدر من الله سبحانه وتعالى. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب، قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة، وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلو له وإنما يكون من لازمه. السبب الخامس من أسباب عدم حصول العقوبة للإنسان عذاب القبر، والسبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لأن أهل الجنة لا يوجد على الإطلاق بينهم غل ولا تحاقد ولا أي مشاعر سلبية. السبب العاشر شفاعة الشافعين. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليه، لا نقطع لأحد مهما كان بأنه من أهل الجنة، وإنما نرجو للمحسنين من المؤمنين ونخاف أيضا على المسيئين. يقول الطحاوي رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يقول الشارح يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، إذا الخوف زاد عن حده يقع في اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الروذباري رحمه الله الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد بدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا، وكل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه ويعوذ بك منك. وقال صاحب منازل السائرين
رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد، وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. فالإنسان في زمن المرض ينبغي أن يكون الرجاء أرجح من الخوف، لأن الرجاء حاد قائد، والخوف صوت محرض على العمل. ممكن عفوا يعني مع الفرق في المثال، لو الدابة مثلا بتغريها بالطعام وبتمشي أمامها تقربوا لها بحيث ترجو نيل هذا الطعام، فتستحث على السير بأنك بتشدها بالطعام. صورة أخرى ممكن بيستعمل الكرباج مثلا أو الصوت بأنه يضربها عشان تضطر أنها تجري. فده الخوف، ده الرجاء. الرجاء حاد يقود الإنسان، أما الخوف هو عبارة عن ذي الصوت الذي يحثه على العمل. هذا هو المقصود من الخوف، وهذا المقصود من الرجاء. فالخوف أساسا مقصود منه الحث على العمل. فإذا لم توجد فرصة للعمل، زي مثلا إنسان في سياق الموت هو يحتضر، ما ينفعش بعد نقعد نكلمه في نصوص الخوف والوعيد والعذاب وكذا، لا، ده هنا ما فيش فرصة عمل أساسا، لأنه خلاص بيفارق الدنيا. فنطمعه بقى في رحمة الله، نذكره بنصوص الرجاء، ونفسح له في الرجاء والطمع حتى يقبل على الله وهو يحسن الظن به، لأن الله تعالى قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنعينه على حسن الظن، لأنه لم يعد هناك فائدة من الخوف. الخوف ممكن يأثر بنوع من القنوط أو اليأس من رحمة الله أو سوء الظن بما ينتظره، لكن الرجاء يفسح له. فلذلك يقول هنا: ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه، لأنه في الصحة يستطيع أن يعمل ويستدرك. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، وهذا مذهب الخوارج نسبة إلى حروراء، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.